1975 قبل انطلاق الحملة التونسية، هتلر كان مورط في حرب ضد السوفييت، وكان يظن أنه باش يصلح غلطه مع الإنجليز من خلال الحرب هذه. في الأثناء يطلب وينستون تشرشل الوزير الأول الإنجليزي من أمريكا باش تبادر بإنزال جيش في شمال إفريقيا عبر الجزائر والمغرب. هذه الحملة التي اندلعت في نوفمبر 1942 كانت نتيجة لتغير ميزان القوى في الخريطة. هناك إذن قوة ألمانية إذن مورطة في إيطاليا، مورطة في روسيا، وهناك إذن إرادة أمريكية لإنزال جيش في المغرب الأقصى وفي الجزائر، وكان بالنسبة للاستراتيجية الألمانية حينذاك إذن تصور أن لابد أن تقع حماية تقهقر الجيش الإفريقي الألماني الذي كان متمركز في ليبيا. في نوفمبر 1942 يبادر هتلر بإنزال قواته بالمظلات والطائرات في بنزرت والعوينة، في الوقت اللي نزلت فيه قوات الحلفاء في كازابلانكا المغرب ووهران في الجزائر، وبدأت تزحف نحو تونس اللي ولات نقطة الالتقاء بين قوات الطرفين واندلعت المعارك. كان من الصعب جدا التموقع داخل البلاد التونسية نظرا لأن التحسينات الألمانية الإيطالية كانت كثيفة جدا، أولا بقرب إيطاليا من تونس وتواجد الطائرات الألمانية والإيطالية بمطار العوينة حيث تم الإنزال البري، ثم كذلك قدوم القوات العسكرية الإيطالية والألمانية في البلاد التونسية والتموقع خصوصا في تونس العاصمة في بنزرت، وأساسا بمنطقة الجنوب في منطقة مرث. أقوى المعارك وأعنفها والتي تدرس إلى اليوم في الأكاديميات العسكرية العالمية وهي معركة مرث، بدأت في 6 مارس 1943 إلى حدود 6 أبريل 1943. ستتشكل جبهة بين المتنازعين في البلاد التونسية حول تقريبا المناطق السلسلة الجبلية في تونس التي تنطلق من إشكل وحتى توصل إلى جبال الظهر. هذه باش تكون جبهة النزاع بين المتنازعين، واحتلوا عاصمة الجزائر ومن غادي يشبوا للحدود التونسية باش يدخلوا من فتحة القصرين. الدبابات ما يطلعوش في الجبال، ما يتشعطوش، يلزمهم فتحة. المعركة باش تتواصل والشعب التونسي يتفرج على حاجة تتجاوزه تماما، وتهبط علينا زنصاقة بالقنابل، إسفاقس قصفت 50 مرة، وكذا سوسة، ودمرت موانيها ودمرت مصنعها، ثم جاء لطريق تونس ودمرت بالطيران الأمريكي والإنجليزي، ثم بنزرت. معناها الشيء اللي وقع للشعب التونسي وقتها لا يكاد يتصور، لكن هذه قوة بين عملاقين تتجاوزنا. 500,000 جندي خاضوا معركة على تراب تونس اللي ما يتجاوزش عدد شعبها في الوقت هذاك 2 ملايين. معارك كانت ضارية، وأهمها معركة القصرين. معركة القصرين هي معناها تنجم تكون الصموم نتاع البوان ديكيليبر معناها، وصار معناها صارت برشا مناوشات معناها في مجاز الباب في كذا إلى حد 25 ديسمبر 42، صارت نوع من لين دو ديماركاسيون تمشي من كاب بلان معناها في الشمال حتى توصل حتى شط الجريد. من أكبر المعارك هي معركة القصرين اللي تمت ما بين 14 فيفري 1943 إلى حدود 25 فيفري، والتي تهزمت فيها القوات الأمريكية، وهي أول مواجهة في الحرب العالمية الثانية ما بين الأمريكان والألمان. الحملة الألمانية على تونس سبقتها حملة إعلامية واسعة بلغات متعددة وبطرق مختلفة من الحلفاء ومن المحور على حد السواء. حملة كان عندها تأثير كبير على خلق حالة شعبية مهمة للطرفين المتنازعين، عملت حتى على إقناع بعض التوانسة بالمشاركة في حرب ما تهمهمش أصلا. موفون جينانت كان الريسبونسابل دو لا بروباغاندا الموند في تونس، جاء باش يعمل بروباغاندا في تونس، وسي محمد التركي بريسك رغم أنفه دخل في الدوام نتاع البروباغاندا، فهمت ولا لا؟
عطوه مهمة باش يعمل إذاعة صوتية في باب سويقة في الصباح تقريبا مع 11 سويعة من زمان، وفي العشية من السبعة من الستة حتى للسبعة. وبعد ما نها كبروها أبواق في كل حومة اكسترا على أمواج إذاعة راديو برلين التي كان من بينهم رشيد إدريس رحمه الله يقول عندما كانت تدق هنا برلين لا ترى أحد في الشارع لأنها كانت تنطق بالعربية، كانوا يضعون القرآن ثم الأخبار ثم يأتون بالأخبار التي تهم العالم العربي الإسلامي، فبالتالي جلبت الانتباه مما دفع بريطانيا إلى إنشاء إذاعة البي بي سي الناطقة باللغة العربية في نفس السنة. دعاية كبيرة ألمانية وأنجلو ساكسونية أمريكانية ودعاية فرنسية، كانت هناك دعايات. شو كيف أحوال؟ شو يتقال فيها؟ هذه الدعاية تندرج فيما يسمى بالحرب النفسانية، الإعداد للحرب. وتراوحت أرقام التونسيين المشاركين مع الجيش الألماني والإيطالي أي قوات المحور بين 400 و 2500 حسب شهادات متدخلين، أغلبهم كانوا من بساط الحال من الشعب اللي اعتبر مشاركته في الحرب خدمة يأكل منها الخبز. مشاركة أدت إلى عقاب وخيم على يد الفرنسيس بعد نهاية المعارك. عاطف يعني بداية مش تعاطف معنا التوانسة، الطبقة السياسية النخبة السياسية عداء الدكتور الحبيب ثامر وبعض الشخصيات كما سيشيد دريس الله يرحمهم كل، معناها اللي تعاطفوا مع الألمان على أنه هذاك عدو عدويا. وقع تكوين فيلق انشأنا من المجندين التونسيين يعد حوالي 1500 رجل، وقع تجنيدهم من طرف الألمان، ويبدو أن المخيم التدريب كان في جهة الحمامات أو بوفيشة في المنطقة هذه. نعلم الدور العظيم الذي قاموا به الجنود التونسيين خاصة في معارك إيطاليا. من خلال هالشهادات يظهر أنه في تونس وعلى عكس دول أخرى ما عرفناش ظاهرة لكولابو إلا الخونة اللي تحالفوا مع الألمان ضد أوطانهم. وفي المشهد هذا رأى صور لطرق تجنيد الألمان للتونسيين. وهذه شعارات الفرق التونسية اللي شاركت في الحرب اللي تحصلنا عليها من المتحف العسكري الوطني. ورغم التوجه العالمي إلى أنه ألمانيا باش تكون إمبراطورة العالم وباش تربح الحرب، إلا أنه إجماع قياداتنا الوطنية آنذاك كما الحبيب بورقيبة والمنجي سليم والهادي نويرة والمنصف باي كان يدعو إلى التزام الحياد وعدم الانجرار إلى حرب ما عدناش فيها الدخل. الوقت اللي جندت فيه فرنسا قرابة 47 ألف جندي تونسي قسريا، فرنسا اللي انتقمت فيما بعد من بضع المئات من التوانسة اللي عاونوا الألمان أو شكت مجرد الشك أنهم عاونوهم شر انتقام. تهبط الدعاية الألمانية عملت له معناها مأدبة باش يصافح التوانسة. والدي كان في المجموعة، وقت يوصل عليهم ويسلم عليهم مد له يده قال له جو ساليو لين ميد مون انمي، شاف المترجم، المترجم ترجم له قال شاف الوالدي معناها شاف له قال لي بضحكة صفرة شوية. إرويل رومل ملقب بثعلب الصحراء لاحتراف المناورات العسكرية في الصحراء، هو اللي استعمله هتلر كقائد للقوات الألمانية في شمال إفريقيا بعد ما رقاه لرتبة مشير وقت بلغ ذكائه وقدرته على خوض المعارك والانتصار فيها. الدور اللي لعبه الجنرال رومل في البلاد التونسية يندرج في سياق عام لمعارك الحرب العالمية الثانية في تونس. رومل هو من أكبر الجنرالات الألمانية معناها من ناحية التاريخية ومن حذقه للاستراتيجية العسكرية. عندما وصل إلى تونس إذا وجد نفسه أمام جيش أمريكي زاحف من الناحية الغربية، قام بعملية هجوم معاكس على قفصة وأطرد الأمريكان من قفصة ومن القصرين. أكبر المعارك اللي انتصر فيها إروين رومل كانت في شمال إفريقيا، وآخر انتصار ليه كان تحديدا في منطقة مدنين حيث نكل بقوات الحلفاء وألحق بهم هزيمة كبيرة قبل ما تبدأ نهايته مع معركة العالمين الثانية اللي خسرها في مصر. وشدوا
خناق الماريشال الرومان حتى كسروه، انتصر في الاول بعد كسروه ولاو يلاحقوا فيه حتى للحدود التونسيه. دخل رومل والجيش الالماني الى تونس، هذه معناها مش دخل ببعض الوحدات، 250 الف جندي راه الجيش الالماني زاد عاود احتلك الخط هذاك باش يشد الجيش الانجليزي. يا اخي مونتجومري عملهم لعبه الحلال، دار على جبل المطماطه واخذهم من تالي. ولا رومال هرب، هربوه بامر من هتلر على خاطر ما يلزمش رمز الجيش الالماني الكبير المارشال هذا الكبير يقع في قبضه الانجليز. وحتى ثم اغاني واناشيد كانت تردد لثعلب الصحراء رومال، معناها تفاعل كبير مع اذا رومال وما قام به في جهه القصرين. وفي المتحف العسكري الوطني تعرفنا على بعض الاسلحه والاليات اللي استعملت في الحمله على تونس من طرف حلفاء الالمان وحلفاء الامريكان. هذه الكسوه نتاع لي تيرايور حكيت لك عليهم 47000 دوزيام غير مونديال و 80000 البريمير غير مونديال، هذوما الكسوه نتاعهم. هذوما لي تيني هذوما ريكوبيري من الحرب العالميه الثانيه، ريكوبيري هذوما نتاع طلاين والمان وعلى بعض خدموا بهم التوانسه وقتها في المقاومه. هذوما لي كومباني اللي شاركوا فيها التوانسه الى جانب الجيش الفرنسي من عام 1874 1962، هذه توت لي كومباني اللي شاركوا فيها التوانسه. خسارة رومل في معركة العالمين الثانية على يد جنرال الإنجليز مونتجومري خلات قوات المحور تتقهقر. في المقابل تفسح المجال لصالح قوات الحلفاء اللي انتصروا باش يسترجعوا الأراضي اللي فكوهم لهم الألمان وتلاين، وخلاو 230 ألف جندي يسلموا رواحهم لفرنسا. عوض يضرب يدخل في الخط الدفاعي إذا حذاه ودخل، ولذا إذا بغته وتكون هذه بداية إذا عملية انحدار إذا الجيش الألماني. وبعد نهاية الحرب وبعد أن استرجعت فرنسا حريتها ستعود على التونسيين بالقمع والتقتيل والترهيب، وهذا موثق وهذا معروف. بعد جاء وقت الانتقام، جاء الانتقام، الانتقام من الناس اللي من المرازقة مثلا اللي كانوا في الجيش الفرنساوي كانوا يعني عبارة على لفيف أجنبي يستعملوه في الخدمات الصغيرة، أعدم منهم الكثير. في قفصة ثم ناس تعداوا على اليهود في قفصة وكذا شدوهم وأعدموهم، معناها بصفة غير عادلة وبغير غير كذا. ثم معناها تقريبا 300 إعدام وقع في تونس والتوانسة يتشفعوا. وانتهت إحدى معارك الحرب العالمية الثانية اللي دار رحاها على أرض تونس بانتصار الفرنسيس وحلفائهم وهزيمة قوات الألمان وحلفائهم. وهذه المشاهد اللي تمكننا من التقاطها لمقبرة الجنود الأمريكان اللي ماتوا في المعارك موجودة في منطقة سيدي بوسعيد. وهوني في جمرت مقبرة الفرنسيس، أما مقابر الألمان وتلين فمتفرقة بين منطقة مفيضة ومارث ومناطق أخرى. مقابر تحكي على نهاية حرب أعداء ما كانش للتوانسة فيها دخل لولا إكراهات ثنائية الغالب والمتغلب. حرب هدمت برشا ديار واستشهدوا فيها برشا توانسة وتيتموا فيها برشا صغار، ولكن قيادات الحركة الوطنية استغلوها واستغلوا السلاح اللي بقى منها باش يكون وقود معركة 52 المسلحة اللي سبقت الاستقلال النهائي.